سلام من دوكو زي يوكو وبلحكي الكبسة راني هي اسكندرية هي مش مدينة، هي انا بعتبرها بلد لوحدها. هم دايما الناس بيقولوا عندنا جنون عظمة، بس هي دي مش حقيقة. هي الفكرة ان احنا مختلفين، بس انت الصيف في اسكندرية هنا ابن وسخة فقد طعمه، فقد معناه، فقد متعته. اسكندرية مش بتاعتنا في الصيف اصلا، يعني اسكندرية مش بتاعت الاسكندرانية في الصيف بصراحة. واحنا احنا كاسكندرانية احنا نحب، يعني احنا ناس رايقين، فنحب ننزل نستمتع بوقتنا. انا عادة ما بعرفش اكتب في البيت مثلا، فبحب اقعد في الصيف انا في الاماكن المعتادة اللي بقعد فيها دايما في اي وقت من السنة، علشان دي اماكن مستخبية او فيها اسكندرية العادية بتاعتنا. في الشتاء بقى اسكندرية فكك، سواء الدنيا بتشتي او لا يعني، لكن يعني ستيل هو في روح مش موجودة في اي محافظة تانية. يعني كفاية ان انت اما تتعب نفسيا او حاجة، انا بالنسبة لي انا يعني لما ببقى واقف معايا حاجة في الكتابة او عندي بلوك او نفسيا انا مش مظبوط، ايه يعني اخرها؟ حلها ايه يعني؟ هروح اطلع اقف على البحر، هشوف الافق، هتجيب اخرها. واحد من الناس، انا ابويا الله يرحمه توفى ما سابليش حاجة. مرة سألته بابا ازاي انت بعد العمر الطويل ده في امريكا، يعني ازاي انت ما عملتش فلوس ولا شيء؟ قال لي بص لنفسك كده واخواتك كده، وبص للناس التانية اللي في سنكو ماشي، هتعرف فلوسي راحت فين. انتوا ثروتي، انا استثمرت فيكم. فجيت انا ابويا توفى الله يرحمه سنة 2016، هنا الدنيا وقفت، يعني العالم وقف عندي خلاص كده خلصت. انا خلصت مصر، قفلت الجيم دي، انا خلصت منها، مش طايق اتعامل مع حد، مش 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 عارف اعمل مزيكا، بكنسل حفلات، بردش على التليفون، مش عايز اروح اسجل، مش عارف اكتب اصلا، ماليش نفس، ماليش مزاج اقف على مسرح. ما كانش فيه قدامي غير ان انا اروح دبي، ومواعيد بقى، تصحى 6 الصبح وترجع الساعه كذا وتروح الساعه كذا. فانا حسيت ان انا ما ربنا مش خلقني عشان كده، ما يعني الله اعلم، بس ما حسيتش ان انا ربنا خلقني ومديني مميزني عن الناس بحاجات معينه كده انا ماليش يد فيها، سواء كاريزما، سواء موهبه، سواء نبره صوت، سواء تعليم، سواء لغه، او ايا كان. يعني انا ربنا مش مميزني وكرمني بالحاجات دي علشان خاطر في النهايه اروح اشتغل موظف مفيش بروجرس في حياته بيتم. في حد هنا بيقطع سكتي كلها ضلمه لحد ما توصل للتقاطع، وبلاش انا بالذات، وانت عارف السبب ايه. مش عايز اقول لك الشر اللي فيا قد ايه. لو مش عاجبك سهله نعمله معاك احلى فيلم، نحطك في تابوت وبنفسك تصحى من الحلم، محطوط قدام بوز سيف وهو غرقان سم. ما تخافش انا هسيبك تمشي حواليك. نفسي افضل اعمل مزيكا بس يعني، وابقى عايش منها كويس وما بشتغلش حاجه تانية، ومش مضطر ومش محتاج ان انا اشتغل حاجه تانية علشان اجيب منها فلوس، وافضل اعمل مزيكا وبس، وابقى مبسوط. نفسي ابقى مبسوط. انا عرفت بقى ازاي اقدر قيمه كل الكلام ده، ازاي اقدر قيمه الاسفلت اللي هو مش اسفلت، ازاي اقدر صوت القطر ابن الوسخه ده اللي عامل ازعاج اللي بيخلينا نفصل كل شويه. الراب شخصيه في اغاني حلوه تطلع حلوه في الراب سين المصري، بس اللي هو حلو، لكن ما بلاقيش الاغنيه اللي هو اسمعها اقول اح ايه ده، واو جامده فشخ. انا بعمل كل ده عشان في الاخر امسك الحديده في ايدي واقف على الخشبه وهاتلي البشر دي اقلعهم وهضمهم. دي الزتونه، انا كل ده بعمله علشان في النهاية أوصل لوقفتي على المسرح، عشان هو ده البيت، هو ده أنا. أنا اللي هلغي المركزية اللي في مصر دي. دي فانتازيا بس أنا بقولها عن اقتناع شديد دلوقتي، بس يعني الموضوع ده لازم ينتهي.
وهطلع باسكندريه فوق عشان احنا هنا الاوريجيناليتي، هنا الحقيقه. سيبوني عايزين مني ايه؟ ما بقاش عندي الا زعل عليه، وانا الشيء ايه طاجن ستي ليه؟ يا عالم هنموت امتى وفين؟